هدايا السلطة. عندما تصبح الهدية المنتظرة في الأعياد تقديم حكومة للبنانيين، فالأمر أشبه بمن يدوس على مشاعر الناس بحذاء جديد. وإن تشكيل حكومة ليس في أي معنى هدية أو هبة إلا للوزراء المبتهجين بتعيينهم من قبل 6 أو 7 مرجعيات. وقد كان اللبنانيون ينتظرون من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تقديم وزارته المتفق على مهمتها وشكلها، وقد فعل. وينتظرون من رئيس الجمهورية أن يوقع مراسيمها أو أن يبدي ملاحظاته لاستبدال الجيد بمن هو أكثر جودة، فتشكيل الحكومة واجب. والمماطلة والجشع السلطوي تحت عنوان استعادة الصلاحيات وحقوق الطوائف إخلال بالواجب. ولن تكون الحكومة هدية ما بعد الأعياد كما تشي المماحكات، ولا الانتخابات الرئاسية في العام 2016 كانت هدية سبقت الأعياد. فالتعامل مع الاستحقاق الأول ينم اليوم عن احتقار لوجع الناس، والتعامل مع الاستحقاق الأول بعد 4 أعوام هو إقرار بخطيئة مميتة. وبوقاحة يتحدثون عن هدايا استثنائية للشعب المنكوب، تبدأ ببطاقة الدعم للعائلات الأكثر فقرا وتنتهي بالتعويض على ذوي الشهداء الأكثر حزنا. وبوقاحة مماثلة يعتبرون أن استمرارية تأمين الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة هي هدية، لكنها مشروطة بحضور من هم على حفاف قبورهم لاستلامها. وكل ما يفعله المسؤولون نظريا وعمليا وتشريعيا يضعونه في خانة الهدايا، فالتحقيق الجنائي الذي لم يتحقق هو هدية، وكل كرتونة إعاشة هي هدية.